بس بحكم شوي انت ما طلعت انت مش طالع هيك يعني لا تعتبر انك طلعت واحد راح يطلع بس فهمت انت باذن الله راح ترجع مش فايد بس انا بديش احكي كثير انا مش طايق احكي بصراحه بس انت تتعاملش مع القصه بالجكر يعني بتتعامل بالقصه جد مش فارق عندي الدنيا مش فارق عندي خلص احسن انا ما بفرق ايش انت بس انت مش راح تطلع جد مش فارق عندي Je suis ni triste, je suis ni en colère, ni rien du tout. Braque, je suis très satisfait de moi-même. Ça s'arrête ici. Je te jure. Et même, yani, même si if I'm gonna go out, I will not be scared. Don't worry, yani. Hatta hakka. Say that you will be I am okay. Disappointed with yourself. I'm saying, don't act like you just had some good news. انا استنست هيك يعني كيفاش فسر لها ابيتوي يعني كيفاش فسر قول لها بالسوري جو سوي ابيتوي يعني سافا سي با تعود يعني انه منيح ما عادي اوكي اوكي يعني 15 مينوت ماكسيموم 15 مينوت اتس اوكي انت عادي خلاص يعني لو طلعت يعني مش نهايه الدنيا عادي مش فارقه حياه الله يا محمد عن جد مش فارقه عليك يعني انا متاكد انك راح تعمل شيء يعني لو طلعت انت هلا قبل ما نطلع احنا من هون راح تكون انت عملت شيء انا متاكد يعني مش انت ما بتخاف عليك عادي فخلص يعني طلعت طلعت ضليت ما ينسمش بدنك كثير يعني بالضبط طيب خلص مش داعي تنكد لا مش منكد مو منكد والله مش منكد عن جد يا عسل يا جبن حظ حظنا كذا احنا هيك احنا شو ما يصير احنا متعودين حبكم بيناتكم حبيبي والله حبيبي حبيبي لا والله العظيم يعني صوتوا اللي تحبوني يا اخوي انا ما ايه انا كمان بدنا نفس الشيء بالنسبه لي يعني صوتوا اللي تحبوه مش اللي تحبوه بصراحه صوت انا ما بدي افكر بالموضوع هلا This is not the end, this is only the beginning, blah 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 blah. Because you know that, انت عارف كلامنا كله. I don't need to tell you that. بس انا عشان يعني لو يعني 2 weeks ورا بعض وانا يعني عن جد اشتغلت هذا الاسبوع عرفت كيف؟ خلص. That's why I remember you when you were sitting downstairs في المطبخ حتى you're like, you know. Like you worked hard this week, and I know you did. Like you were thinking about it in the hour. حتى أنت، أنت، أكلمك أنت. ما في شيء اسمه هيثم. أنا أقول لكم إياها قدام العالم. أنا أكلمك جد. شلون ما في شيء اسمه هيثم؟ أنا من سنين أفضل أبيتن. اسمع اسمع طلعت عاد. كلام ساكت. جد أتكلم جد ما أمزح. أبي صوت لك من الحين. أفضل يتم. ما تخممش كان على الهدف نتاعك خطرية صعبة كتير و... ويلزمك تخمم فيها برشا تفكر فيها كتير وتركز نفسك فيها كتير وفي كتير شغل يعني على في المسابقة وفي كتير منافسة دونك شد حيلك ما تخممش في تقعدش مكبش يعني في اللي صار وفي اللي عدى وفي اللي حكيت ان شاء الله شو؟ ترجعوا ان شاء الله انت هيثم انا عايز باسل وعايزك وعايز هيثم تابعتوا ردود الفعل على النومينيشن وقبل ما ودعكن ما تنسوا تصوتوا لباسل من الأردن مهدي من الجزائر وهيثم من السعودية وحتى تتواصلوا مع الطلاب فيكن تدخلوا على صفحة الفيسبوك لكن بلفت نظركن أنه العنوان الصحيح والوحيد هو يلي عم بتشوفوه على الشاشة وأي موقع تاني أو أي صفحة تانية ما قلنا علاقة فيها باي باي وها هو التليكات جديد يقوم بوظيفته الآن ويضع القوانين والرولز الذي يريدها يحبني لك أيوة أنت بتسوي قائمتين صح؟ القائمة الأولى اللي هي الخايس 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 القائمة الثانية اسمها يحبني لك طب ماشي تدري شنو معنى كلمة يحبني لك؟ يعني يحبي لكم فأنا من كثر حب مسوي لكم قائمة طب نعمل فكرة نعمل الاثنين دول واحد ماشي نعمل يحبني لك عزوز الموضوع كيف انا قدرت تقول لهم يخلوه بدري اوكي سوي بس حاجه اوكي جيش لي بقى لسه نايت اللي بيلعب عشان زين جريت هيك اول مره يا طيب السيحه انت ما فيش لعبه بس لذيذ ها شكرا دون تبل تبل هيك جام طيب
تمام. وكل يوم خمسة من اللي فوق من الأول ناس بدأوا يتكلموا يوم واحد نزلهم تحت. أيوة. تمام. الله حلو حلو. من قصدي. بدل ما نعمل قرعة النهاردة. اسمعي بس نعمل قرعة النهاردة. وهنخلي أو يعني أول خمسة هيتكلموا النهاردة هنحطهم في آخر لسة بكرة. أوكي. والخمسة اللي تحت يطلعوا. بالظبط. أنا شفت. ها؟ أنا أول واحدة ما أصدق لا. شنو هالحظ؟ ما غيرها ورمضان ايش وقت؟ شهد راس رمضان ايش وقت؟ محمد رمضان ايش وقت؟ ادري ايه؟ استنى محمد رمضان ايش وقت؟ هاي كل مرة بكتبها بعد بكتب اسامي الناس ومالي انت اي اسامي اي اوردر ليش؟ اي حاجة قولي رحمة انا شو واطي؟ خرب بيتك شو محمد رمضان رمضان عن جد واطي؟ باسم بس أسمى أسمى مش ميرال ميرال زينة زينة ولد نصيف نصيف ولد تاني محمود لا بدي أصفيه أقول عشان تلك بنت رانيا ما حكي معقولة أنت معقولة أخير رامي في ملاحظة ما ذكرتيش اسم اللي بيكتب ولد كتب بنت محمود شكري شكري ريان شكري وتقدير يا من منو عندنا بنات بعد بدرية ولد ولد مهدي